طيب قبل ما اخش الاخبار الاهلي، عندي جزئيه مهمه جدا برضو عايز اتكلم فيها، وهي لفتت انتباهي في ال 48 ساعه اللي فاتت. الفتره اللي فاتت وقبل اجراء مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا، القرعه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي يوم 16 نوفمبر الساعه 2 بتوقيت القاهره، هتتعمل في مقر الكاف هنا في القاهره ان شاء الله. البعض كده طلع قال لك ايه وغنى وقال لك انا مستنيك والاهلي يكون معايا في المجموعه، وكان مثلا التاريخ بيقول ان الاهلي لما بيلعب الزمالك في دوري ابطال افريقيا كل النتائج بتبقى في صالح الزمالك. ما اعرفش هي مساله تحفيل وهي مساله ترند، ولا في ناس عايزه دايما تبقى محط اهتمام على السوشيال ميديا. النهارده احنا حطينا سؤال، الاهلي والزمالك واجهوا بعض كم مره في دوري ابطال افريقيا والاهلي فاز كم مره؟ هتشوف النهارده النتيجه نتيجه ساحقه، يعني التاريخ بيقول النتيجه ساحقه. وبالمناسبه في كل المناسبات اللي الاهلي واجه فيها الزمالك في دوري ابطال افريقيا وفاز عليه، حتى لو تعادل معاه في النهايه الاهلي فاز بالبطوله، يعني الزمالك وشه حلو على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، التاريخ بيقول كده، يعني ده مش وجهه نظري ولا بقول توقع، ده انا بقول لك معلومه، التاريخ بيقول ان الزمالك وشه حلو على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لما بيكون معاه في المجموعه، لما بقابله في السيمي فاينال، لما بيكون معاه في الادوار النهائيه بكسبه وبفوز بالبطوله في النهايه. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه لما الاهلي فاز بالدوري 7 مرات اتقال لك الدوري المصري اضعف دوري في التاريخ، او اتقال لك ان الدوري المصري اضعف دوري على وجه الكره الارضيه، ليه يا عم؟ قال لك اصل مسابقه ما فيهاش منافسه. مسابقه ضعيفه وبلا منافسه وبلا اهتمام، وايه فكره ان فرقه تكسب البطوله 7 سنوات ورا بعض؟ طيب لما المنافس كسب البطوله 2 ورا بعض، البطوله الاكبر والاعظم والاقوى في التاريخ، وانا معايا 2 دوري. ماشي دول 2 مش 7، بس لما اكسب انا ال7 هي البطوله الاضعف. طب بلاش دي، روح على السوبر. لما كسبت السوبر قال لك بطوله شرفيه. لا حول الله يا رب، ما انت لما كسبت 2 سوبر منهم سوبر مش على الخريطه ملوش معنى، قال لك انا كسبت 2 سوبر وكده اتعشت. ما هو يا السوبر بطوله وحلوه وكويسه وكل حاجه، يا اما بطوله ملهاش اي لازمه. لكن في البدايه لما الاهلي يكسب بطوله، بطوله شرفيه. لما الاهلي يخسر البطوله، انا كسبت السوبر وكده اتعشت. بلاش السوبر، خش على المسابقات الافريقيه. كسب الكونفدراليه فقال لك ايه؟ الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. يا عم اكسب انت بس دوري الابطال، يقول لك لا الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، ورغم ان دوري ابطال افريقيا دي اهم بطوله، وزي ما بيطلقوا عليها في الاتحاد الافريقي هي الاميره السمراء، اقوى بطوله في بطولات الاتحاد الافريقي، انا كسبتها 10 مرات. طب بالنسبه للكونفدراليه ما انا كسبتها قبل كده برضه، ده انا كسبت الكونفدراليه قبلك. لكن هي الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، ولما اكسب دوري الابطال يقول لك البطولات الافريقيه ضعيفه، ده الدوري اقوى من دوري ابطال افريقيا. انا احتارت معاك، انا بقيت محتار مش عارف يعني ارد فين واجي لك منين وتروح فين، يعني ايه ازاي؟ لا ده اعلام ولا دي ماده تتقدم للناس، ولا ينفع اقارن بطوله ببطوله، ولا ينفع نسفه من فكره الدوري ضعيف ولا المسابقه دي ضعيفه ولا المسابقه دي قويه. كونك انك كسبت بطوله هي بطوله قويه وحاربت واشتغلت عليها وكسبتها، الف مبروك، ولكن ما تحطش تاريخك جنب تاريخي لان الفرق كبير قوي. فبلاش مقارنات عشان الاحراج ما يبقاش مش كويس.